يعني ما فيك تحط طاوله وكرسي وتقعد تدرس مثل الخلق والعالم. هي بكالوريا يا استاذ، بدي هز كتاب. وفري لي مواعظك لحالك ورجيني شو شو المجله. ظلني انتشرت هلا عم تتضايق مني لاني عطلتك عن دراستك. ثواني تفتح لي الباب. امي وينها هلا؟ شو طلبنا منك؟ احنا على المجله ورجيني. شبك فاتحتي لي زمورك على الاخير. شوفي عايزتك بشغله مهمه كثير. كل شغلاتكم مهمه انتو وعلى المستعجل. روحي حبيبتي غيري اواعيكي، بدي اعزل المطبخ. يلا احنا في تعزيل بالنص. تتالف الجمله الماديه. تفضلي ابني. شو بيشتغل؟ ان شاء الله موظف. اه موظف. شو فيها يعني؟ عنده بيت؟ اي يعني بده يلاقي بيت بالاجره. وين بده يلاقي بيت بالاجره؟ يبي لاقي، مو مشكله. انت لا تحطي لي البيت كل مره حجه، هذا تالت عريس حط في شيليا بعنس. بعدين يعني عجبني. ايه هاتي ناوريني القميص. اعطيني بدي افهم بس امتى لحقتي تتعرفي عليه ويعجبك؟ بالشغل كان له معامله رسميه عنا وطلب مني انه يشوفني. قمت قلت له لا بتشوف امي بالاول. قام قال لي انه اخذ منك موعد، وهي انا عم باخذ منك موعد. شو رايك امي؟ امي مشان الله وافقي، عم قلك حريص بجنن. ايه ده فوت دروس، لا تطوش على اخوك بذبحك. ها اهلا ابو حميد. ماما ما عايش انزل شوي لتحت؟ لك مو هلا، كنت عم تفعي تحت. شوفي تحت. وقف بس وقف، ما بلعب. الله يخليكي. لا توسخ بنطلونك، ما عم الحق غسيل انا. يا شو قلتي؟ قلو يجي؟ لك لمين؟ بس قاعد نحكي هلا امي.